المعلمين النواب السنة باش يتقع تسوية حوالي حالات 2580 تقريبا ولا 2600، بالنسبة للبقية بالطبيعة باش تجي بعد في خلال السنوات القادمة إن شاء الله. وبالنسبة للخلاص نتاعهم إن شاء الله في أقرب الوقت أقرب الأوقات، لأنه ثم إشكال على مستوى التحويلات المالية من وزارة المالية بالطبيعة، إن شاء الله يتم حله خلال الأيام القادمة وخلصوا.